خايف عليه، خايف عليه. امسك. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. تعالى تعالى. والعقربي، يا نهار ابيض. ازيكم سوق الجو، عاملين ايه؟ دلوقتي ايه يا عم يوسف بقى؟ صيد. وصيد على ايه بقى؟ على كاس عالم. كاس عالم؟ فين الكاس دوت؟ علي يا اخي. اتفقنا؟ ماشي. انا طيارة كبيرة وانتوا الاتنين عليا؟ ولا كل واحد لوحده؟ طبعا الطياره اللي معايا دي فيها غلطه كبيره. ماشي. انا كل واحد دلوقتي كيست غلط، فمن ضمن الكيسه غلط هتلاقي الغاب معوج وهتلاقيها حالتها بالبلغ بوست وبس. كتبتيه. انا خايف. اوعى تلاقيها جامد. وال بابا. لا لا لا، ده المعلم ياسين طاغ لواحد. اوب اوب، بس لو اتجاه انا وسعت لك يا يوسف. اوعى سينا بتشبكوا. بميل، بميل اتجاه البيت. ربنا يستر. لا لا لا، بتعمل انني. ربنا يستر. استنى عشان دي كبيره. استنى. خلي بالك، خلي بالك البيت. بس بس مش تقول لي انني. يا شيخ يا شيخ. انني 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 يا شيخ. خلي بالك لك مش مربوط، بس ما تمسكش من العصايه بقى. اخي انني. ها. يلا انني 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 انني. انا خايف عليها، خايف عليها. اوف اوف اوف، امسك. لم لم لم، امسك. يلا امسك امسك امسك. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. الطاقه عندنا بالله الواحد، بالله الطاقه جت لواحد وحد لماها. خبر كم عشان الطاقه دي يا خرابي. يا امسك يلا دي. يلا عمر يا جدعان، امسك. شنو عمر؟ شنو عمر يا باشا؟ يا نهار ابيض. عمر كان بيصوغ يا طيب. انت خلي بالك دي ما ترميلهاش. ليه؟ انا مش عارف هي عملت كده ليه. ما كده اما نشوف فيها ايه. بص بص بص، راحه فين؟ في مزرعه. تعال تعال يا يوسف. مصيد مصيد، اما اشوف فيها ايه. تعال يوسف. مش عارف يلم طبعا. الطاقه بتشد والهواء. يلا تعال. استنى ياسين. واحد الطياره الثانيه والخطه هيتلخف. اوعى سلك له الخط. حلف بس. ياسين الطياره الثانيه اول واحده، اما نشوف هيعرف يطيرها ولا هيعمل ايه. هيكسر. هنعمل دي خطها كله عشان الخط متلخفينها ازاي. يلا انا اخرع النني، اخرع النني. ايه؟ اخرع النني، اخرع النني. انا خايف يا يوسف من الاخر. لا يا عم، حلوه دي، حلوه دي. النهارده اتجاه البيت وربنا يستر. يا عم احلى حمار هياخدك ويتيه. ماشي امسك. يا اسطى انا خايف يا اسطى. هبطها ازاي؟ هبطها ازاي؟ هبطها ازاي؟ هبطها ازاي؟ هبطها. ولا بيعمل انني العكس، انني العكس. لا 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 لا، ايه الجمدان ده؟ لا يوسف احترف. ودلوقتي ياسين شغال لي يكسر في الطاقه هناك، محدش واخد باله منه يا عيني. هو قاعد يكسر في الطاقه مع نفسه. عاش يا ياسين. ياسين طيار اول طاقه لوحده. بس هقول لكم الطاقه دي، اول حاجه الطاقه دي مني الغاب معوج بتاعها، احنا رابطين دي وسيبناها تطير لوحدها. بس كده دي تمام. يلا يا يوسف جاهز. امسك انت الكبير، انا هاخد الصغيره عشان هتبقى ايه دمار الدمار بروش دي. و... انت اللي تدل عليا هجيبكم وحلقكم. تجيب مين يا خنشه؟ تعالى يا خنشه، تعالى يا خنشه، تعالى يا خنشه. انت يا حدش يقف جنبي. طب جاهز يا عم الخنشور؟ بص الستور. انا بطلع طاقه تعبانه بس عادة انا بعرف اتعامل يعني. تعالى قال خدني على خيط. انا ماشي هديني نسله بس خدني على خيط. اوعى انتوا هتعملوني كفته. لا 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 لا، بتاعي تعبانه قوي 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 يعني. الغابه معوجه فقال اللي عامله كده. الطاقه اما تبقى الغابه معوجه. دي الوحيده اللي بقت على البيت. عارف ليه؟ عشان الكيسه بتاعها مقطوعه. مين اللي قطعها بقى يا يوسف؟ بس حلوه يا مالك. مين اللي قطع الطياره؟ ما تحورش. مين اللي قطع الطياره؟ بس عملت لها حاجه مفيده. بس اول مره تعمل حاجه مفيده ومش قصدك. بص الطرف تربى طرف تروح، لان كمان الخيط معمول بخيط قطن اللي هو بيمط ده، فهي عامله كده. بص هتلاقي الميزانه اصلا شكلها وحش بسبب اللي هو بيمط. انتوا عاملين لي عكينه في النص. تعالى لي جاهزين يا رجاله. اوب اوب، خلي بالك بقى ما تدينيش ناس تلعب ناس. لا لا ياسين، انا وانت كحال شبه بعض وصغنططين. يا دوب بتهبط على الطلبات، بتهبط لوحدها وبتمشي لوحدها وبتركب. تعال تعال اخدك واحده زنني. تعال تعال اخدك واحده واطلع بيه. خلي بالك من نفسك. تعال انا خايف بس يا خرابه على امي سعديه. تعال 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 تعال. انت بتوديني لياسين عشان ياخدني واحده وكده. لا 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 لا، نهار ابيض. انتوا لبستوها لي في السلك. عمكم مجدي لو شافكم انتوا حاضرين. بتلبسوا لي بتاعي كمان في السلك ده. عاملين عليها حمله بقى، عاملين عليها حمله. ارمي ارمي، هات البقره اما نسل. ماشي يا عم، انتوا بتحطوا عليك مني غلبان. طب بقول لكم ايه، لو اصطدتوني هدي لكل واحد 10 جنيه بجد. ماشي بجد. يلا يلا جاهز. جاهز. بتقول ايه؟ عايزين نحلي دماغ دماغ. اوعى بقى، خلينا طيار بقى عشان نصيد. الطياره راحه فين دي؟ الطياره خرابي مسطحه. شايفين فوق الرسال ازاي؟ ولا ولا ولا، ربنا يستر ما تقلبش. ده طالع الطلعه. لا 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 لا،
انا قلت عاملها غلطه بس سطحت. يلا مش مهم. ياسين بيقول يوسف عنده حق الهوا فوق. فلا خرابي يا نهار ابيض يا خرابي على ربنا يشتو بس وتتبع ايه بس. انزل انزل بسرعه بسرعه اما الحق وقت في الزرقاء. لفه لفه الحمد لله ده ربنا بيحبنا. لفت على الزرقاء بقى بسرعه عشان تطلع يا خرابي. نزلت في الميه بتاع الزرقاء. يا نهار ده بقت ميه يا نهار ابيض. ترى نزلت الزرقاء كانت عايزه تزرق كنت هتزرع بقى وتطلع طيارات صغيره بس احنا نبتت الطيارات. بصوا ترى خلاص ما عادش اول حاجه مش هينفع نصيد بيها لانها عمامه طير يا حتى لو طارت هتطير عادي روح. بس مش هتطلع روح كمان. السد ممكن تطلع هنحاول نطيرها روح كمان. شايفين الديل بقى كلها بقت ميه وهنشوف دي هتطير ولا لا. لا 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 ده ممكن تعملها وتطير انا مش عايز املها اتنين طبعا اهي. لا لا ولا عمر طلعت يلا طلعت وهي معموله. شايفين الديل عامل ازاي وهي اصلا كلها ميه. ده هي بعد ما خدت من الارض لسه مسقيه كمان نزلت ايه خدت لها واحده زغبيخ في البتاع. هي طبعا تقيله وممكن ما ترفعش بس هي رفعت وممكن نسيبها تنشف شويه في الجو. جاي على يوسف ممكن شويه نسيبها في الجو بقى عشان ايه هي كده حرام علينا. خلاص هو كده الطيارتين طايرين اهو. هطلع انا بدي بقى يوسف بيطير الثالثه. بلاش دي يا يوسف تطير. يوسف فوق اهو بيطير دي لوحده لا عشان مش عارف اطلع كده. الخطه اتغيرت هخلي يوسف هو اللي يصيده دلوقتي. ماشي يا ياسين جاي. طب انزل انت كمان من تحت. هنسيب اللي فوق طياره لوحدها ونشوف اخرتها ايه. هي طياره لحد دلوقتي ما حدش ماسكها وهي طياره لوحدها. هنغير الفكره خالص. يوسف نزل لنا الطياره اهو. انزل بقى انت سايب لي الخطوه. انزل يوسف نزل الطياره الثانيه اهو وغيرنا. ايه ده يا يوسف ربنا يسامحك. يلا ارمي الخيط شد يوسف هيصيد ياسين حالا اهو. الطياره بتاع ياسين امسك امسك انت طياره ارمي هسلك لك. شايفين ياسين عمل الخط ازاي. ده بقى المشاكل اللي بتحصل في الطيارات والقرف بتاعها ده اللي بكره. الطياره بتاخد دائري بتاخد الدائري على الواس. جيب دي ياسين انا عاوز اللي معاه. يوسف طياره الطياره اهو تعذبنا. يا نهار ابيض ده انا خبيره عدلت يا ماني ما بدتش. يلا يلا تركبيها نازلكوا ولا ايه ده؟ يا نهار ابيض كل شويه يا عم كل ده يا بابا بيتخانقوا مع بعض. طه نايمه على بطنها عايزه تتكيس الناحيه التانيه. اوكي انت مكيسها غلط. ممكن مكيسها غلط. يلا يلا ارمي بقى. اوب 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 الاثنين شبكوا في بعض ولا لسه؟ اوب 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 عاملين عجينه عاملين عجينه طيارات ياسين. يلا بوم. ده الطاقة دي مش نافعة بربع جنيه صاي. على الطلبات ما تنفع بربع جنيه. يا ماني ايه؟ هتزايد الطيارة اللي فوق هات لي شوية خير. هتصيد الطاقة اللي فوق؟ اه. يلا لا يا ماني الطاقة بتنام بتنام. خدت بشلة ازاي؟ يا نهار بتنام يلا نمرة وحشة. الطاقة كسلان. يلا يا ياسين بقى لم على طول. ما تداش فرصة تنام. صحيح. يا أب أب يا أمي يا نهار أبيض. ده مش ناوية تطلع. الله على الكلب يا عم شوية. يوسف ده قلبة مالهاش حل. آخر مرة. هنشوف بقى. يلا. زايدة قوي. الهوا شديد. زايدة. مش عايزة أصلاً تقوم. مش عايزة تقوم خالص. يلا يا ياسين أهو. أيوه يلا يا ياسين. اسمعي. اسمعي. مش عايزة. يلا 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 ماشي يلا. اسمعي. يلا يا ياسين. أمسك. استنى استنى. يلا شد وصد بعض. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. والطاقه الثانيه شبكت في الشجر. بصوا ما فيش مصايده. احنا لو فضلنا كده الفيديو هيوصل معانا لساعه ونص. فاحنا وعدتكم وقتنا هنعمل جزء ثاني في الطاقه الثانيه. خلاص ما تنساش بقى تشوف الفيديو الجامد دوت ونطلع نلم الطاقه اللي فوق ده اللي لسه لحد دلوقتي طايره. ما تنساش بقى تعملوا لايك واشتراك في القناه والسلام.